متابعينا الكرام، نتواصل وتتواصل انطلاقات مساء هذا اليوم في مهرجان سمو ولي عهد دبي في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة والرائعة. اليوم السادس على التوالي في هذا المنطلق، في هذا الحفل، في هذا الكرنفال الجميل الذي يحمل هذا الملتقى الخليجي من ملاك ومضمرين للهجن، حاضرين في المرموم في تحفة الميادين يتقدمون مع هذا المساء. الشوط السادس انطلق ليحمل الإذاع البكار لأصحاب السمو الشيوخ بهذه الشعارات المؤسسات، ونسير مع الستة كيلومترات لنتعرف ونتابع كل ما يدور من تبادل المراكز وتنافس على شرف الناموس والفوز. نسير مع المركز الأول شروق تاتي على مقدمة الشوط من هجن الشحانية، يضمرها جار الله بن عقيل المري، تتقدم على المركز الأول بينما تليها في المركز الثاني والتنافس باين، ولكن الشاهينية من هجن الرياسة بمتابعة وتضمير سعيد بن مظفر العامري تحمل شعار هجن الرياسة الحمر الخطر على المركز الثاني بينما المركز الثالث، وهذه الصعبة صعبة تأتي في المركز الثالث، تعود ملكية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان، يضمرها سعيد بن مبارك الوهيبي على المركز الثالث. أما المركز الرابع فبنلقى في رابع المراكز الكايدة، الكايدة لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، ويضمرها سعيد بن عبد الله بن حميد الخاطري، يتولى تضميرها وتدريبها المركز الخامس في هذه اللحظات، خامس المراكز أو السادس، هذه السادسة نعم، الشاهينية تتقدم في المركز السادس في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق، تحمل شعار هجن الرياسة، يضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، أيضا هناك تدخل من الشاهينية من هجن زعبيل، يضمرها راشد بن محمد بن مروشد على المركز السابع، والمركز الثامن الشاهينية من هجن الرياسة يضمرها سعيد بن مظفر العامري. أما المركز التاسع هذه الشاهينية من هجن الرياسة يضمرها محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، وهملولة تاتي عاشرا من هجن الرياسة يضمرها سلطان بن محمد الوهيبي. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل والرائع الذي يحمل ميدان المرموم تحفة الميادين في هذه الأمسية وفي هذه الليلة، يوم الإذاع، يوم الإبداع في هذا المساء الذي سوف نسدل الستار على أسبوع الصغار في أمسية هذه الليلة مع هذا الانطلاق ومع هذا التحدي في هذه الانطلاقات في هذا المهرجان. ننطلق مع المركز الأول ونعود بعد إكمال النداء للعشر المراكز وشروق مع مساء هذا اليوم. شروق تتقدم بالمركز الأول، تحمل الشعار العنابي يأتي بهذا الاندفاع، شعار هجن الشحانية الذي ينطلق دائما بكل ما هو جميل وتنافس وتحديات في رياضتنا العربية الأصيلة، تعطي أثارها وتعطي حماس ما بين المضمرين والملاك، ما بين شباب الخليج الذين يقدمون هذه النوعيات سواء كان في ميدان المرموم في دبي أو في ميادين الدولة وفي ميادين الخليج. كل هذا اللي يترقبون الملاك والمضمرين والجماهير في رياضتنا العربية الأصيلة عبر هذا التواصل الإعلامي الجميل. نسير مع المراكز الأولى ونتقدم وننطلق مع شوق على المركز الأول على المقدمة وتقود هذا المسار، أو شروق ليس شوق، شروق من هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري يتقدم في تضميرها البرنس، يتقدم في تضميرها البرنس. المركز الثاني الشاهينية من هجن الرياسة بالشعار الأحمر، قادها من بداية هذا الموسم هذا الشعار
مظفر، راعي صوغ سعيد مظفر العامري كذلك، وباين اهتمامه، باين منافساته، باين انجازه من بدايه الموسم الى هذه الانطلاقات، والتطلع كبير، وجماهير مع هذا الشاب كذلك تتابع تضميره وانطلاقاته. نتمنى التوفيق للجميع. عموما على كل حال اسير مع المركز الثالث الكايده من هجن الشحانيه، جار الله بن عقيل المري كذلك يضمرها، بينما ياتي المتالق مع هجن زعبيل وانطلاقاته كذلك وتحدياته. راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد يقدم هجن زعبيل بن زيتون، هذا اللي يشكل الفنون، هذا يندفع مع هجن الرياسه. محمد بن عتيج بن زيتون يقدم الشاهينيه على المركز الخامس، موقعها المركز السادس. الله، هذا ملتقى جميل 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 في منتصف الموسم في هذا المهرجان. في هذه التحديات الجميلة بدأت الأمور وبدأت الانطلاقات، بدأت الانطلاقات. نعود إلى المركز الأول، وشروق شروق بدأ انحنى الميدان وشرقت شروق اتجاهها مباشرة إلى الشرق إلى هذه الانطلاقة. وأيضا هجن الشحانية، هجن الشحانية تقدم هذا الشعار العنابي على المركز الأول والثاني. عندك يا البرنس، عندك يا بن عقيل الذي في فترة في رياضتنا قدم الكثير من التضمير والإنجازات، وعاد مرة ثانية، عاد مرة ثانية في هذا الانطلاق ما دام مع هذا الشعار العنابي متواجد. البرنس متواجد، يستاهل والله، يستاهلون كل المضمرين الذين بذلوا جهود والله، جماهير ومتابعين. هذا يعطي معنوية لرياضتنا وانطلاقة تواصل أبناء الخليج في هذه المؤسسات أو في أبناء القبائل أو في الشعب أو في كل ما هو جميل. عموما على كل حال نسير مع المركز الأول، نروح مع الشاشة الدبي ريسنج في الكادر العلوي مع مخرجنا، مع شروق اللي قادت الشوط، اللي قادت الشوط من بدايته، من بدايته بدأت براس وبتنهي راس. للمرة الثالثة على التوالي العنابي، العنابي المشارك والمنطلق، والبرنس كذلك الحاضر مع شعار هجن الشحانية في هذه المشاركة. والله المشاركة الجميلة، الملتقى الجميل، يتمنون الجماهير، يتمنون الجماهير. ولكن بن زيتون، بن زيتون حرك حرك حرك، لكن خلاص 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 يا ابو سعيد، فات الاوان، خلاص خلاص راح مع هذه الانطلاقات. والتطلع الى الختاميات، مهرجان الشحانيه هناك اقرب مهرجان تقريبا في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع، ملتقى المضمرين وهجن اصحاب السمو الشيوخ. الشاهينيه الثانيه من هجن الرياسه، هملول الثالثه من هجن الرياسه، المركز الرابع الكايده من هجن الشحانيه، والشاهينيه من هجن الرياسه حلت في المركز الخامس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام كان الشوط بأثاره وحماس جميل ورائع في هذا الملتقى الشيق الذي يفرح قلوب الجميع. هذا الملتقى ملتقى هجن أصحاب السمو الشيوخ، خصيصا قبل المهرجانات والكاسات، لنرى كجماهير ومعلقين ومتابعين. 9 دقائق 3 ثواني وثلاث أجزاء من الثانية. مشاهدينا الأعزاء، هجن الشحانية، تهانينا وتهانينا للبرنس جار الله بن عقيل المري، المركز الثاني. 9 دقائق 4 ثواني 7 أجزاء من الثانية الشاهينية من هجن الرياسة بقيادة وتضمير محمد بن زيتون المهيري، والمركز الثالث هملوله. شوف توقيته يا الحبسي، 9 دقائق 4 ثواني و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، وشكرا سلطان الوهيبي العملاق الذي يأتي مع هذا الحمر الخطر.